نكمل مع بعض في سلسلة الملخصات ونكمل في تلخيص القسم السابع الرد على حفريات ادعاء تطور الإنسان، وناخد الملخص 45 تطور الإنسان النصف الأول من الجزء الثالث والعشرين ومرحلة بحر الغزال وكينانثروبس وإثبات خطأ التطور. الحفرية التالية وعليها اختلاف شديد وهي حفرية باسم KT12H1، تعتبر استرالوبيسكس بحر الغزال أو بحر الغزال، وهي فقط حفرية لجزء من فك من منطقة بحر الغزال في وسط أفريقيا. آدي صورة الحفرية قدام حضراتكم. اتقدر عمرها بمقدار 3.6 مليون سنة حسب طبعا فرضية عمارة طبقات الخطأ عن طريق تحليل الصخور القريبة بالبريليوم. الخلاف الشديد عليها ان كتير من العلماء بيقولوا انها تطابق استرالوبيسكس افرنسس، كويس مفيش مشكلة، وانها تقع في نطاق التنوع للاسترالوبيسكس افرنسس، لكن البعض من مكتشفيها يقول ان هي شكلها احدث قليلا من الافرنسس، فبيحاولوا ينسبوها لجنس جديد احدث من الافرنسس وهو استرالوبيسكس بحر الغزال، ودي مشكلة. فكيف هي جنس احدث من لوسي لكن عمرها اقدم من لوسي باكتر من 300,000 سنة؟ ازاي الحفيد يكون اقدم من جده؟ زيها حفرية أخرى برضو اكتشفت في نفس المنطقة في السنة التالية وهي سنة 1996، حفرية KT12H2، وبرضو هي جزء من فك علوي غير مكتمل ويدور حواليها نفس الأمر. إزاي إن هي شكل الفك أحدث من لوسي ويعتبروها مرحلة أحدث من لوسي رغم إن هي أقدم من لوسي ب 300,000 سنة؟ الحفرية اللي بعد كده حسب الترتيب الوقت احنا ماشيين حسب فرضية أعمار الطبقات الخطأ والأعمار اللي بيدعوها، نوصل لحفرية تسمى باسم كينانثروبس بلاتيبوس اسمها العلمي KNM WT 40,000. هي حفرية المفترض حسب برضو فرضية أعمار الطبقات من 3.5 مليون سنة، كما يقول اعتمادا على عمر الطبقة أن هي 3 مليون و530 ألف سنة. ادي شكل الحفرية اللي بيتكلموا عنها واللي هي كينانثروبس. اكتشفت بقرب بحيرة تركانا في كينيا سنة 1999 بواسطة جاستس ايروس اللي هو كان عضو في فريق ميفي ليكي اللي هي واحد افراد اسرة ليكي. ميفي ليكي في سنة 2001 اقترحت ان الحفرية دي لجنس جديد تماما، هما كل ما يلاقوا حفرية حتى لو مش مكتمل على طول يفترضوا ان هما لقوا مرحلة جديدة وجنس جديد، لكن بقية علماء الحفريات قالوا انها من الاسترالوبيسكس وخاصة الاسترالوبيسكس افرنسس. فالعلماء قالوا انها زي الاسترالوبيسكس ومن المكان اللي اكتشف فيه من صفاته يبقى قضى معظم وقته في تسلق الشجر، والكلام ده نفس ميري ليكي قالت الامر ده، والكلام ده اتنشر في مجلة نيتشر في عدد 410. فنحن نتكلم حتى الان عن جنس قرد اللي كان قردة بتتسلق الشجر وتعيش على الشجر اللي هو الأسترالوبيسكس زي الأسترالوبيسكس أفرانسس اللي هو جنس لوسي، ولكنه انقرض. الحفرية دي سببت ليهم كالعادة بعض اللخبطة في شجرة تطور الإنسان المزعومة، لأنه الحفرية دي لما ركبوها قالوا الوجه مسطح شوية مش بارز للأمام زي جنس لوسي اللي هو الأفرانسس، ودي المفروض صفة أحدث بس هو أقدم. فإزاي أقدم وهو في صفة أحدث من أسترالوبيسكس اللي بارز الفك فيه جدا زي القردة أو الشمبانز القزم؟ عشان كده بعضهم بدأ يقول الجد المزعوم للإنسان مش أسترالوبيسكس أفرانسس، لأ ده هو كينانثروبس. كلام ده هتلاقوه برضو في مذكور ذكروا العلماء في الويكيبيديا تحت صفحة كينانثروبس. فإيه رأيكم؟ مع كل اكتشاف يصبح ادعاء التطور اكتر لخبطة فيهم وكله يبقى متضارب في بعضه، عشان تعرفوا ان كلها فرضيات ده مش علم. اتضح ببعض الدراسات الحديثة ان الاعتقاد ان الوجه مفلطح يعني بيعتبروها صفة احدث اللي هو الدليل الوحيد اللي ادعوه في التطور، اتضح ان الكلام ده خطأ، وانه الجمجمة دي وجهها زي القردة زي لوسي والشمبانزي وشمبانزي القزم وهكذا، ولكن السبب في الاعتقاد ان وشها اكثر تفطح ان هي لما اتفتتت واتضغطت اثناء التحجر، والكلام ده شرحه تيم وايت الشهير في مجلة ساينس. المهم ان احنا نتأكد اكتر ان جمجمة الاسترولوبيسيكس تطابق الشمبانزي وبخاصة الشمبانزي القزم في الشكل وحجمه والمخ،
وأيضا في الأنف والوجه، كل هذه الصفات المهمة. اللي عايز تفصيلات الموضوع بالمراجع وشهادات العلماء يقدر يرجع للموضوع التفصيلي في موقع دكتور غالي دوت كوم بعنوان تطور الإنسان الجزء الثالث والعشرين ومرحلة بحر الغزال وكينانثروبس وإثبات خطأ التطور.